هلو يا شباب، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. معاكم اخوكم معاذ رأفت. هنتكلم النهارده عن توتوريال صغنطوط كده اسمه اعتبك النيمونيا. باذن الله الدنيا هتكون بسيطه وهختصر لكم الدنيا يعني على وقت بسيط. المهم بس ركزوا معايا في التوتوريال ده عشان ما نضيعش فيه وقت كتير. نبدأ باذن الله. في الاول كده هنقول احنا هناخد ايه في الاوبجكتيفز. اول حاجه الديفينيشن بتاع الاتابيكال نيمونيا، بعد كده هنتكلم بقى عن الكوزيتيف اورجانيزمز بتاعه الاتابيكال نيمونيا ونعددها. تمام، مركزين؟ الدنيا باذن الله هتكون بسيطه. طيب خلينا نعرف ان الانفكشن بتاع اللونج اسمه نيمونيا، صح؟ والنيمونيا دي اللي هي الاساسيه اللي احنا عارفينها كلنا واللي احنا درسناها، بتسببها بعض الاورجانيزم. بيقول لك الكوزيتيف اورجانيزم بتاعت النيمونيا العاديه اللي هي التيبيكال، اول حاجه ستريبت نيموني، دي الكومنست اورجانيزم اللي تسبب لوبر نيمونيا، اند في حاجه اسمها برونك نيمونيا كمان، فبتسبب لوبر نيمونيا وبتسبب برونك نيمونيا في اليونج تشيلدرن والالدر. طيب في ايه تاني اورجانيزم؟ في هيموفيلس انفلونزا، في ستريبت اوريوس ستاف اوريوس عفوا، في ستريبت بايوجينز، في كليبسيلا نيموني. طيب دي الاورجانيزم اللي بتسبب النيمونيا العاديه اللي هي التابك اللي احنا عارفينها. طب ايه التانيين بقى؟ في حاجات تانية طبعا زي مثلا الايكولاي، البكتيريوتايدز والمايكوبكتيريوم تبركلوزز والارسينيا والباسيلا انثراكس والانتي مايسيتس، كل الحاجات دي بتسبب النيمونيا اللي احنا عارفينها بكل الامراض بتاعتها. طيب نخش بقى في الفيروس. ايه الفيروس اللي سبب نيمونيا؟ طبعا عارفين انفلونزا، السنسيتشيال فيروس، البارا انفلونزا فيروس والادينو فيروس والميسلز، كل الحاجات دي بتسبب انفلونزا او بتسبب عفوا النيمونيا العاديه اللي احنا عارفينها. الفانجاي او الفنجس او الفطريات، في منهم بتسبب نيمونيا، في منهم بيسبب نيمونيا زي مثلا بلاستومايسيتس درماتيتس وال هيستوبلازما، وفي ال كابسيوليتم، وفي الاسبراجيلس طبعا اللي احنا عارفين الكانديدا البيكنس اساسيه، و كريبتوكوكس، وطبعا النوكارديا استرايدس. مش مهم الاسامي قوي على قد ما تعرف ان في بقى ان الحاجات الاساسيه اللي بتسبب النيمونيا الأساسية. وطبعا دي مقدمة يعني مش هيسألك في النيمونيا في التوتوريال بتاع الأتبك النيمونيا، بس المهم ان انت تعرف البيزك ان هو فيها حاجات بتسبب النيمونيا العادية غير الأتبك النيمونيا. طيب بيقول لك البرايمري أتبك النيمونيا is caused by atypical organism، دي حاجة أساسية يعني اللي هي الأتبكال. يعني ايه يا شباب؟ خلينا متفقين ان التبكال هي الحاجة الأساسية الكلاسيكية اللي احنا عارفينها، دي التيبيكال. احنا عندنا خلط ان التيبيكال اللي هي يعني بيقول لك ده تيبيكال، ده يعني ده شبهه قوي، لكن التيبيكال يا شباب مش معناها كده في الانجليش اصلا. التيبيكال في الانجليش يعني حاجة نمطية، يعني حاجة أساسية، يعني حاجة احنا عارفينها متعارف عليها. التيبيكال ده التيبيكال بتاعه، وده التيبيكال يعني الحاجه النمطيه، لكن الاتيبيكال هي الحاجه الغير اللي احنا مش متعودين عليها، اللي هي غير الاساسيه الغير النمطيه. فاهمين يا شباب الدنيا؟ فعشان كده جه نقطه الاتيبيكال نيمونيا. الاتيبيكال نيمونيا دي مش الحاجه، دي مش النمونيا الاساسيه اللي احنا متعودين عليها. طيب اسكوز باي ايه؟ ايه الحاجه اللي بتسببها؟ قال لك نوت ديتكتبل اون جرام ستان، اون الجرام ستين. يا شباب الجرام ستين عارفين اللي احنا بنصبغ بيه، هو هي نوت ديتكتبل عليه، يعني ما نقدرش نستخدم الجرام ستين عليها. اند كانوت بي كلتشرد يوزنج ستاندرد، ما نقدرش نحطها في الكلتشر اللي احنا متعارفين عليها اللي احنا بنستخدمها دايما في الليمونيا. طيب ايه الحاجات اللي بتسببها؟ في حاجه اسمها مايكوبلازما نيموني، في كلايميديا ستاسي، وفي كلايميديا نيموني، وفي ليجونيلا نيموفيليا، في كوكسيلا طبعا اللي بتسبب الكيو فيفر. طيب ننزل على بعده، بيقول لك بسم الله.
طيب بيقول لك التيبيكال ليمونيا فيرسس الاتيبيكال ليمونيا، لازم نفرق بينهم عشان نعرف احنا ليه بناخد حاجه اسمها اتيبيكال ليمونيا، لازم نعرف الفرق بينها وبين التيبيكال العاديه. بيقول لك التيبيكال العاديه هي there is a sudden onset of fever, chills, و pleuritic chest pain. يعني الاساسيه اللي احنا متعرفين عليها بنلاقي فيفر وبنلاقي تشيلز اللي هي رعشه في الجسم، بلوريتك تشيست بين، في التشيست بين احنا عارفينه طبعا، برودكتيف كف، كف بتطلع معاه سبيوتم. اما الاتيبيكال نمونيا هي از بروسيدنج باي ابر اير واي سيمتومز، يعني بتلاقي في سيمتومز للابر اير واي اكتر، جزء الفارنكس جزء اللارنكس، والجزء ده بتبتدي الاول. بعد كده بيحصل مايالجياز، وجع في الجسم، وجع في العضلات، وبعد كده فيفر without chills، يعني في بيحصل فيفر لكن من غير chills، وطبعا chills طبعا اللي هي الرعشات في الجسم اللي بتيجي مع الفيفر، و headache بيحصل معاها headaches unreproductive cough، يعني cough من غير sputum، كحة من غير بلغم. طب نوقف شوية عشان الأذان. تمام كده يا شباب، عرفنا الفرق بين الاتيبيكال والتيبيكال نيمونيا. ننزل بقى حاجات تانية بتميز التيبيكال نيمونيا عن التيبيكال نيمونيا. بيقول لك تشيل الشيست راديوجراف ويل شو لوبر اور سيجمنتال هيموجينس اوباسيتي، يعني هتلاقي يا اما اوباسيتي يعني حته بيضه، هتلاقي في الاكس راي كده حته بيضه في اللنج. طبعا اللنج انت عارف ان هي في الاكس راي بيبان اسود لانها هواء، لكن هنا هتلاقي حته بيضه اوباسيتي، وهتلاقيها يا اما لوبر يا اما سيجمنت، يا اما بتاخد لوب كامل يا اما بتاخد سيجمنت واحد. وبيقول لك اوفر 80% اوف تيبيكال بكتيريال نمونيا، هتلاقي الحاجات دي تبقى اكتر من 80% من التيبيكال. طيب بالنسبه للاتيبيكال بيقول لك ديفيوز باتشي اور جراوند جلاس شادوز، يعني هتلاقي على الاكس راي كده زي باتشات كده على او زي جراوند جلاس كده شبه الازاز المتنطور في الاكس راي. ده الفرق بينهم كده. تقريبا خلصنا المقارنه. المقارنه دي مهمه يا شباب اهو. هنا هو جايب لك هنا التيبيكال وهنا الاتيبيكال. التيبيكال هتلاقي اوباسيتي، شايفين يا شباب في اوباسيتي واضحه قوي فوق كده، واخده سيجمنت او واخده لوب، لكن هنا هتلاقي زي الازاز المتنطور كده، ازاز متنطور افري وير، عامل باتشات على طول على كل اللنج. نخش بقى بسم الله على الكوز الكيسز اوف اتابيك النمونيا، على النقطة بتاعت حاجات كده عن في الاتابيك النمونيا لازم نعرفها. اول حاجه الكيسز دو نوت يوجوالي ريكواير هيز هوسبيتاليزيشن، يعني الحاجات بتاعه النمونيا الاساسيه، الحالات بتاعه النمونيا الطبيعيه احيانا بتحتاج ان هي تقعد في المستشفى او تحتجز في المستشفى. لا بيقول لك الاتيبك النمونيا مش محتاجه ان هي تحتجز في المستشفى، عشان كده بيسموها ووكينج نمونيا. يعني ايه ووكينج نمونيا؟ يعني العيان بيبقى عادي ماشي على رجليه، مش لازم يخش المستشفى او مش لازم يحتجز على سرير. بيقول لك الاتيبك النمونيا requires different antibiotics than الاتيبيكال، زي الاتيبيكال يعني منطقيه ان انت بتدي antibiotics غير اللي بتديها للواحد عنده نمونيا typical. بيقول لك كويس هنا، بيقول لك atypical pneumonia is caused by the following organism: influenza virus ولا chlamydia pneumoniae ولا strep pneumoniae ولا none of the above. طبعا احنا لو رجعنا كده هنلاقي ان اللي بيسببها هي الكلايميديا، مش الانفلونزا بتسبب التبكل والستريبت بتسبب التبكل، لكن اللي بيسبب الاتبكل هي الكلايميديا. طيب نخش بقى على كلايميديا. بيقول لك كلايميديا ار لارج جروب اوف اوبليجيت انترسيلولار باراسايت كلوزلي ريليتد تو جرام نيجاتيف بكتيريا، يعني يا شباب يعني باختصار هي بتعيش اوبليجاتوري انترسيلر جوه السيل، جوه السيل بتاعه البني ادم، ما تقدرش تعيش بره السيل، هي اوبليجاتوري انترسيلر. وبيقول لك هي شبه الجرام نيجاتيف بكتيريا،
بتميل ناحيه جرام نيجاتيف بكتيريا اكتر. حلو الكلام، شبه جرام نيجاتيف، خليكم خليها في دماغكم دي، شبه جرام نيجاتيف. حلو الكلام، ايه تاني؟ بيقول لك بقى جنرال كاركترستيك اوف كليميديا، واكيد بقى عشان الكاركترستيك دي مهمه. الكليميديا يا شباب هي خليط بين الفيروس والبكتيريا، حاجه كده في النص، يعني جايبين الحلو من ده على الحلو من ده ونعمل لك كليميديا. يقول لك هي عندها بوث دي ان اي زائد ار ان اي، الاثنين دي ان اي وار ان اي زي البكتيريا. يقول لك ان ايبل تو جرو اون ان ان ميديا زي الفيروس، يعني هي ما تقدرش تعيش ان ان ميديا اللي هي الخلايا الميديا الحيه يا شباب اللي هو جوه جسمك، ما تقدرش تعيش ان ايبل تو جرو، ما تقدرش تتكاثر وما تقدرش تنمو غير هي في ميديا جوه جسمك او انتراسيلر. عشان كده ريبليكيت اونلي ان ليفنج سيل، ما تقدرش بره الجسم كده في الشارع ترمو. بيقول لك مالتبلاي باي باينري فيوجن في الشطار الثنائي اند بوسس سيل وول رايبوسوم اند ساينس بروتين، يعني ده سيل وول بتكون سيل وول ورايبوسومز وبتكون بتصنع البروتين بتاعها. يقول لك بروديوس حاجه اسمها انترا سيتوبلازميك بيزوفيليك انكلوجن، يعني جوه السيتوبلازم بتاعها بتكون زي انكلوجنز كده او زي حويبات كده بتكون بيزوفيليك الحويبات دي. يقول لك احنا بنصبغها بايه؟ بنصبغها بحاجه اسمها جيمسا ستين، او طبعا ماكوفيلو ستينز برضو بتشتغل، بس اشهر حاجه جيمسا. بيقول لك the growth can be inhibited، نقدر ننهبت الجروث بتاعها بانتي مايكروبيال دراكس، يبقى نقدر ننهبت ايه الجروث بتاعها. دي يا شباب ركزوا بقى معايا في الرسمه دي. بص يا شباب ايه اللي بيحصل هنا؟ اللي بيحصل باختصار ان دي حاجه اسمها elementary body. elementary body دي بتيجي ناحيه السل بتاعتنا، دي السل بتاعتنا بتخش جواها تخترقها وتقعد جوه زي فاجوسوم كده، جوه ايه؟ فاجوسوم. وبتكون لنا حاجه اسمها ريتيكولار بادي، ده اسمه ايه؟ ريتيكولار بادي. الريتيكولار بادي ده بيقعد يتكاثر وينمو يتكاثر لحد ما يكون لنا تاني الريتيكولار بادي، ده يكون لنا الاخضر اللي هو ايه؟ اليمنتري بادي. وفجاه السل خلاص ما بتقدرش تستحمل وتفرقع، الاليمنتري بادي هو اللي يطلع تاني. فاللي يطلع تاني ده بيروح لخليه تانية برضه يعمل فيها نفس السايكل. ركزوا قوي 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 في السايكل ده يا شباب. الاليمنتري بادي بيخش بيكون الفاجوسوم بيقعد جوه الفاجوسوم بيكون لي من الاليمنتري بادي ده ل ريتيكولار بادي. الريتيكولار بادي بيقعد يتكاثر ويكون لي اليمنتري بادي جوه. بعد كده السل بتفرقع بترابشر وبتطلع لنا ايه؟ اليمنتري بادي. طيب هسألكوا سؤال، مين هو اللي الانفكشوس فورم اوف كلاميديا؟ الاليمنتري بادي ولا الريتيكولار بادي؟ اكيد هتقولي لي الاليمنتري بادي. طيب هتقولي مين الجروينج فورم اوف كلاميديا؟ مين اللي بينمو ويتكاثر؟ هو الريتيكولار بادي. حلو الكلام كده، احنا فهمنا الدنيا كلها بكل سهوله. نمسح بقى. طيب نيجي هنا للبرودكشن بقى. بيقول لك ان انفكتيف كلايميديا بارتكلز هي الاليمنتري بادي، اللي انا ما فيش حاجه جديده، كل الكلام ده احنا لسه قايلين. الاليمنتري بادي ده عفوا بيقول لك الاليمنتري بادي ده بيخش جوه السيل. هو عفوا الكلام معكوس هنا، بس هنا بيقول لك باختصار كده ما تركزوش في الكلام ده. بيقول لك الليمنتري بادي ده بيعيش اكسترا سيلولر، بيعيش ايه؟ اكسترا سيلولر، وبيخش جوه الجسم عشان يكون لي ريتيكولار بادي، والريتيكولار بادي ده بيربليكيت وجوه الهوست سيل، بيربليكيت جوه الهوست سيل. يبقى الليمنتري بادي ده بيعيش اكسترا سيلولر، وبعد ما يعيش اكسترا سيلولر، ما حدش يقرا الكلام ده يا شباب سوري عشان هو مكتوب بالعكس. الليمنتري بادي ده بيعيش اكسترا سيلولر، بيخش جوه الجسم بيكون الريتيكولار بادي، الريتيكولار بادي بيقعد يرابليكيت جوه الهوست سيل. يقول لك الهوست سيل سراوندز ذا اليمنتري بادي وذ ا ميمبرين تو فورم انكلوجن بادي، يعني زي ما احنا شفنا في الرسمه الاليمنتري بادي اهو بيخش بيتحوط بممبرين. حلو الكلام، مفيش اي حاجه جديده.
بيقول لك ايه تاني؟ بيقول لك باختصار the elementary body enlarge to form initial or reticular body، يعني ال elementary body بيتكاثر عشان يكون لي reticulate body which is specifically adapted for intracellular growth، يعني ال reticular body ده قادر ان هو بقى ينمو يتكاثر ويعمل كل حاجه، بس هو non infectious. ال reticular body ده جوه الجسم فهو non infectious، ال infectious هو ال elementary. The reticular body multiplies in by binary fusion to form new reticulate body within 48 ل 24 ساعة. The reticular body form themselves into infective elementary body. يعني reticular body بيكون لي هو ال elementary body. Reticular body بيقعد يتكاثر يتكاثر ويكون لي elementary body، وعشان السيل ترابشر بعد كده اللي هو السيل ترابشر وتطلع لي elementary body بره، وبعد كده يحصل الانفكشن تاني. تمام كده يا شباب، الدنيا واضحة لحد دلوقتي. نخش بقى على المقارنة الصغيرة كده من الاليمنتري بادي والريتيكولار بادي. طبعا احنا الجدول ده مفيش أي حاجة جديدة، أنا مش هقول أي حاجة جديدة حرفيا. يعني السايز بتاع الاليمنتري بادي والريتيكولار بادي تفتكروا مين أكبر؟ أكيد الريتيكولار بادي اللي جوه أكبر من اللي بره، اللي بره باين إن هو كان سمول. الليفينج ده بيعيش فين وده بيعيش فين؟ الاليمنتري بادي بيعيش اكسترا سيلولر زي ما احنا قلنا، والريتيكولار بادي بيعيش جوه السيل انترا سيلولر. الانفكشن مين هو اللي بيسبب انفكشن؟ الليمنتري بودي لسه قايل لكم مين، لكن الريتيكولار بودي نوت انفكشوس. بيقول لك الريبرودكشن، بيقول لك الريتيكولار بودي هو اللي بيعمل مالتي بلاي، اللي هو هو اللي بيجرو وهو اللي مالتي بلاي باي باينري فيوجن، لكن الليمنتري بودي لا، هو اصلا مش بيجرو ولا بيقدر يعمل اي حاجه جوه بره الجسم. فدي يعني مقارنه بسيطه جدا جدا بينهم واضحه قوي. يعني بيقول لك الانتيجينيك ستراكشر، بيقول لك كلايميديا بوسيس تو تايبس اوف انتيجنز، في عندهم اتنين تايبس في الانتيجين. اول حاجه جروب انتيجنز، وده بيبقى عند كل كلايميديا، كل انواع كلايميديا، وفي سبيسيفيك انتيجين بيبقى عند بعض الكلايميديا، بعض انواع من الكلايميديا وبعض السبيشيز بتاع الكلايميديا. بيقول لك كلاسيفيكيشن تاني 3 سبيشيز ار اكسبتد، بيقول لك كلايميديا تركوماتس وكلايميديا ستاسي واخر حاجه كلايميديا نيمون. بيقول لك ايه بقى، في جروث كاركترز كده عند الكلايميديا. بيقول لك اول تايب كلايميديا بروليفريت ان امبريونيتد ايج، يعني جوه الامبريونيتد ايج بارتيكولارلي في اليوكساك او في الصفار بتاع البيض. يعني بيقول لك سام اولسو جرو ان سيل كلتشر، بعضهم بينمو في كلتشر في سيل كلتشر، وبعضهم بينمو جوه الانيمالز جوه الحيوانات. بيقول لك ايه تاني، ده مقارنة بسيطة كده بين الكلاميديا ستاسي وكلاميديا تراكومونس وكلاميديا نيموني. بيقول لك انكلوجن بوديز، هنا بيقول لك كومباكت انترا سيلولر كونتين جلايكوجين، يعني الانكلوجن بوديز اللي جواها بيقول لك بتبقى انترا سيلولر كومباكت، انترا كومباكت يعني في مكان واحد انترا سيلولر، وبتحتوي على جلايكوجين، بتحتوي على جلايكوجين، لكن التانيين بيبقوا ديفيوز انتراسيلولر وما بيحتويش على جلايكوجين. الاثنين دول ما بيحتويش على الكلوجن بوديز بتاعتهم، ما بتحتويش على جلايكوجين. بيقول لك السلفونامايتس هل بتقتلهم ولا ما بتقتلهمش؟ السلفونامايتس بتقتل الكلاميديا ستاسي بس، اللي هو سنسيتيف، الستاسي سنسيتيف للسلفونامايتس، لكن الاثنين الباقيين دول ريزيستنت للسلفونامايتس. الاثنين دول ريزيستنت للسلفونامايتس. حلو الكلام؟ حلو الكلام. بيقول لك بقى المرض اللي بيسببه الكلايميديا ستاسي دي، بيقول لك حاجه اسمها ستاكوزس او سيتاكوزس. ايه المرض الغريب ده؟ بيقول لك المرض ده اصلا بيجي للطيور، يعني الطيور هي اللي بتصاب بالمرض ده، especially الباروتس اللي هم البغبغانات. بيقول لك the disease of birds characterized by diarrhea، وطبعا في purulent nasal discharge، من طبعا بيحصل diarrhea وبيحصل purulent يعني زي مخاط كده بيطلع من النوز. يعني بيقول لك man is infected usually by inhaling dust contaminated with exudate from infected birds، يعني البيردز بتطلع مثلا ال
الاورجانيزم ده من السيستم، من الريسبيراتي سيستم بتاعها او من اي سيستم عندها، فبتطلع الاورجانيزم ده والهواء بيشيله او الدست بيشيله، وانت بتستنشق الدست ده في الاخر، فبيصيبك ال الاورجانيزم ده ببرونكونيمونيا، بيصيبك ببرونكونيمونيا. هنعالجه ازاي؟ بيقول لك هنعالجه ببنسلين او برود سبيكترم انتيبيوتكس او بنسلين. برود سبيكترم انتيبيوتك او بنسلين. برود سبيكترم انتيبيوتك او بنسلين. حلو الكلام. طيب كلاميديا نيموني بيقول لك it causes atypical pneumonia in human و it is transmitted by droplet infection. يعني بتنتقل بالدروبلت انفكشن زي الرذاذ اللي هو بيطلع من الشخص. حلو الكلام. بيقول لك ايه تاني؟ بيقول لك اللابراتوري دايجنوزز بتاع الكلايميديا. بقى نخش في اللابراتوري دايجنوزز، في حاجات دايركت في حاجات اندايركت. الاندايركت لو احنا بصينا فيها، الاندايركت اللي هو السيرولوجي، شباب ان احنا من السيرولوجي بندور على الانتي بودي. طيب الدايركت بقى عندنا كذا حاجه. اول حاجه سبيسمنت كولكشن، بعد كده بنشوفه بمايكروسكوبيك اكزامينشن تحت الميكروسكوب، بنشوفه بنحطه في كلتشر، وبعد كده بنشوف الانتيجين ديتكشن، بنديتكت الانتيجين بتاعه، حاجه اسمها اميونو فلورسنس، واخر حاجه البي سي ار او الميوليكولار تكنيك اللي واحد بنشوف النيوكليك اسيد بتاعه. بسم الله. طيب بيقول لك السبيسمنت، احنا طبعا بناخد السبيسمنت اكوردنج لنوع كلايميديا. الستاسي او كلاميديا ستاسي ده بناخده من السبيوتم، اما الكلاميديا نيموني ده بناخده من النيزوفرنجل سواب، بنعمل سواب كده للنيزوفرنجل. طيب بيقول لك الميكروسكوب اكزامينشن بنشوفها بالجمسة ستين، بنشوفها بايه؟ بالجمسة ستين. بس الجمسة ستين هو مفيدة فقط في الكونجنتيفال سكرابينج. لو احنا عاملين سكرابينج من الكونجنتيفا هو الجمسة هتبقى مفيدة، غير كده الجمسة مش مفيدة. بيقول لك الكالتشر كلايميديا كان بي بروباجيتد ان يوك ساك. طبعا احنا قلنا ان هي تم في امبريونيتد ايج او سبيشال يوك ساك. بيقول لك التيشو كلتشر بتاع الكلايميديا ستاسي بنحطها في مكوكني سيل كلتشر وبنضيف عليها سايكلو اكزامايد. اما الكلايميديا نيموني بنحطها في هيب 2 سيل وبنضيف عليها برضو سايكلو اكزامايد. حلو الكلام. حلو الكلام. طيب سؤال على السريع كده واحنا ماشيين، بيقول لك which of the following is infective form of chlamydia. طبعا infective form طبعا احنا عارفين ان هو الالمنتري بودي مش الريتيكولار بودي. الالمنتري بودي هو اللي بيبقى اكسترا سيلولر وهو اللي بيبقى infective. احنا عدينا حاجه ما عندناش حاجه صح. بيقول لك هنا chlamydia resemble in bacteria in the following except. يعني كلاميديا تشبه البكتيريا في كل دول الا حاجه واحده. بيقول لك ان هي بتبقى عندها ار ان اي اند دي ان اي، صح هي اللي بتشبه البكتيريا في كده. بيقول لك مالتي بلاي باينري فيوجن، صح الاثنين بيعملوا كده. بيقول لك ان هي بتت باي ميني انتي ميكروبيال افكتيف اجريست بكتيريا، صح الاثنين واحد. بيقول لك دي ار كلوزلي ريليتد تو جرام بوزيتيف بكتيريا، غلط. بتبقى هي اقرب للجرام بوزيتيف ولا اقرب للجرام نيجاتيف؟ هتقول لي اقرب للجرام نيجاتيف. نخش المايكروبلازما. المايكروبلازما باختصار كده هي السمولست فري ليفنج اورجانيزم. يعني ايه؟ هتقول لي طب الفيروس دكتور، الفيروس مش هو بيبقى هو السمولست؟ اقول لك لا، الفيروس هو انترا سيلولار بكتيريا. ايه اللي انا بقوله ده؟ فيروس انترا سيلولار بكتيريا، سوري. الفيروس انترا سيلولار اورجانيزم، بيعيش هو اصغر اورجانيزم بيعيش جوه الخليه، لكن المايكروبلازما هو اصغر اورجانيزم بيعيش فريلي ليفنج in nature and can also grow in laboratory medium. نقدر يعيش او يقدر يتكاثر في laboratory medium. بيقول لك few can cause human disease particularly طبعا respiratory tract و urogenital tract. نيجي نخش بقى في الكلام الجد. بيقول لك they have the following characteristics. هو very small in size، ال size بتاعه small قوي. هو طبعا ما عندوش cell wall، فهتلاقيه طبعا بوليومورفيك. يعني ايه بوليومورفيك يا شباب؟ يعني هتلاقي الشكل بتاعه مش منتظم، يعني عامل كده، فاهمين؟ مش هتلاقيه ليه، لان السيل وول بيديه شكل معين، لكن هو بوليومورفيك فهتلاقيه يعني مايع كده على نفسه.
بيقول لك ايه تاني؟ بيقول لك بورلي ستين. ليه بورلي ستين يا شباب؟ لان الستين بتمسك في السيل وول، لكن هنا مفيش سيل وول، فهتلاقي بورلي ستين. بيقول لك كومبليتلي ريزيستنت تو بنسلين. ليه؟ ليه هو ريزيستنت للبنسلين؟ لان البنسلين يا شباب بيشتغل على السيل وول، وهنا مفيش سيل وول، فالبنسلين مش هيعرف يشتغل. بيقول لك والسيفالوسبورين از ويل. بيقول لك ذي ريكوير كوليسترول تو جروث، بيحتاج كوليسترول عشان ينمو. حلو الكلام، كل حاجة واضحة كده أعتقد. نخش في اللي بعده. بيقول لك ده الاستراكشر بتاعها، اه ال DNA جوه، الرايبوسومز وال RNA والميتابولايتس اللي هي بتطلعها وبتكون، والليبوبروتين اللي موجود على الخلية من بره. المورفولوجي بتاعها بيقول لك، بيقول لك ايه بقى، سوري كده معايا يا شباب بقى، عشان السلايد دي هتجيب لكم الضغط وجايب لي الضغط، مش عارف ليه السطور اتقلبت بشكل غريب كده، بس قشطه يعني انا هقول لكم كل حاجه، انسوا الكلام اللي قدامكم ده وركزوا في كلامي. حلو الكلام. بيقول لك المورفولوجي بتاعت الاورجانيزم دي، بيقول لك ان هي فيري سمول بوليمورفيك اورجانيزم، يعني هي سمول بوليمورفيك، وان هي بورلي ستين بالجرام، بورلي ستين بالجرام، بس هي جرام نيجاتيف يعني، بس هي جرام نيجاتيف. حلو الكلام، حلو الكلام. بيقول لك الكالتشر، ركزوا بقى معايا بقى وسيبوكم من الكلام ده. يقول لك كلتشر اهو، الكلتشر ده هنحط فيه ايه؟ هنحط فيه شوية كوليسترول، كوليسترول، وهنحط فيه شوية بنسلين. طب تفتكروا بنحط بنسلين ليه يا شباب؟ بنحط بنسلين عشان البنسلين كده كده مش بيقتل البكتيريا دي، لكن هيقتل كل البكتيريا اللي حواليها عشان نعمل سيلكتيفيتي للبكتيريا بتاع للمايكوبلازما بس. فاحنا مش هنقتل الميكروبلازما، لكن هنقتل الاورجانيزمز اللي حواليها عشان يفضل لنا الميكروبلازما بس. فبنحط بنسلين، وهنحطها في درجه حراره 37، وهنحطها في اتليست 1 ويك، وهنحطها في مكان ايروب، ايروب ايروب. حلو الكلام، او فاكولتيف ايروب، ايروب. بيقول لك المايكرو اورجانيزم هو مايكرو اللي هو مايكوبكتيريا نيموني، هو مايكرو ايروب، مايكرو ايروب يعني هو بيحتاج شويه اكسجين مع شويه ثاني اكسيد الكربون. حلو الكلام، بسيطه وسهله. هو هنحط شويه كوليسترول على شويه بنسلين مع سوفت اجار، على سوفت اجار في ارتفيشال ميديا، وهن هنسيبه 1 ويك في سبب في درجه حراره 37. حلو الكلام، بسيطه. فبيقول لك هنا الكولونيز هي فيري سمول، المستعمرات بتاعت المايكروبلازما هي فيري سمول، سين باي هاند لينز، بتشاف بالعدسات. طبعا السنتر بتاعها بيقول لك دارك، السنتر بتاعها دارك اهو، دارك. واللي حوالين السنتر بيقول لك امبيدد ان اجار، بيقول لك بريفرلي لايت جرانيولر اون اجار، يعني البريفري يعني هو من السنتر بتاعها دارك، والبريفري بتاعها لايت، عامل زي الفرايد ايج. عارفين لما تسلق، لما تقلوا بيضه يا شباب، لما تقلوا بيضه هتلاقوا السنتر بتاع البيضه دارك، والبريفري بتاعها بيكون زي لايت شويه. استنى اوريكم الصوره عشان تثبت في دماغكم. شايفين يا شباب السنتر بتاعها دارك واللي حواليها لايت، زي البيضه المسلوقه، البيضه المقليه عفوا، بسيط جدا. نخش في الديزيز بقى. الديزيز بيقول لك المايكوبلازما نيموني، مايكوبلازما نيمونيا، وفي مايكوبلازما جينيتاليوم، وفي مايكوبلازما هومينس. مايكوبلازما نيمونيا هو اللي بيتسبب بالاتيبيكال نيمونيا اللي احنا عارفينها، لكن المايكوبلازما جينيتاليوم بيشتغل على يوروجينيتال سيستم، يعمل يوري بلازما يوريتيكلم، وبرده الهومينز بيعمل يوري بلازما يوريتيكلم. طيب الدايجنوزيس بيقول لك عندنا دايركت ميثود، يا اما من خلال انتيجين ديتكشن، يا اما بال بي سي ار، يا اما بالاندايركت. طيب الدايركت بيعملوه ازاي؟ يعني الدايركت عادي، بنجيب سبيسمن من سبيوتم او ثروت سواب او اليورين، بنحطها. طبعا طبعا بيقول لك سبير از يوزلس، سمير يوزلس لان هو البودلي ستاند باي جرام ستين. فاحنا بنعمله كلتشر، بنعمله كلتشر.
طب بيقول لك الانتيجين از ديتكتد باي ايمينو فلورسنس. بنعمل عارفين الايمينو فلورسنس اللي هو الميكروسكوب اللي بيديك لون اصفر ده، فبنعرف الانتيجين من خلاله، هو ده الايمينو فلورسنس. يا اما هنديتكت النيوكليك اسيد بالبي سي ار، يا اما هنديتكت حاجات بقى اندايركت ميثودز زي مثلا ايه، زي الاليزا، عارفين طبعا درسنا الاليزا، وزي كومبلمنت فيكسيشن تيست، وزي طبعا الباسف هيموجلوتينيشن. حلو الكلام، حلو الكلام. بيقول لك كولد اجلوتينينز، يعني دي طريقه برضو بنستخدمها عشان اندايركت ميثود عشان نديتكت المايكروبلازما. بيقول لك بيشنت سيروم، بناخد البيشنت سيروم اللي هو اي جي ام بتاعه، وبنحطه على دم جروب او جروب او و العامل الريسس نيجاتيف او ار اتش نيجاتيف. ار اتش ده هو عامل الريسس، شباب تعرفوه في النساء والحاجات دي، ار اتش نيجاتيف. بيقول لك وطبعا في بيئه كولد قوي من 5 ل 10 سيليزيوس. فلو هو الاي جي ام ده عمل اجلوتينيشن للدم، فساعتها هنلاقي ان هو بوزيتيف. فهو بيقول لك بوزيتيف من 50 ل 75% من الكيس اللي عندهم مايكوبلازما. التريتمنت بنعالجه ازاي؟ اكيد مش هنعالجه بالاسلن، هنعالجه بالنيوك كيورولونز، بالنيو كونولونز، دول نوع جديد من الانتيبيوتكس يعني طلع الكيونولونز. حلو الكلام. بيقول لك بقى الجروب بتاع اللي هي اللجنيلا نيموفيليا، اللجنيلا نيموفيليا بيقول لك المورفولوجي بتاعها هو متايد جرام نيجاتيف باسيلوي بول ستين طبعا بجرام ستين. بيقول لك ناتشرال هابيتات بتاعها الووتر، الووتر هو الناتشرال هابيتات بتاعها. المود اوف انفكشن بيقول لك الانهاليشن بتاع الكونتامينيتد ايروزولز جنريتد من الايروزولز اللي هو الرذاذ او الميه اللي هي طالعه من الاير كونديشننج يا شباب اللي هو المكيف بتاعك، او طبعا الكولينج تاورز او من الووتر تابس او من الشاور، اي حاجه فيها ووتر عشان هو ايه بيعيش في الووتر. الديزيز بتاعها يا اما ليجونير ديزيز يا اما بوتانيك ديزيز او بونات بونتاياك ديزيز او بونتاياك فيفر. يعني بيقول لك الليجونير هو هو اللي بيسبب اتبك الليمونيا اللي احنا عارفينها. برضو الكلام معكوس. بص بص عشان ما تركزوش مع الكلام ده خالص، بيقول لك باختصار ده بيسبب اتمك الليمونيا ليجونير، الكلام ده باختصار ان هو بيصيب الاولد ايج وبيصيب الديابيتك وبيصيب اللي عندهم ايج وبيصيب اللي عندهم اي مشكله في المناعه. هو باختصار كده بيصيب الاميونو ديفيشنت بيشنت، يضيف الاميونو بيصيب الاميونو ديفيشنت بيشنت. بيقول لك الفيفر دي اللي هي البونتاك فيفر اللي هو باختصار بعيدا عن الكلام الغريفي ده، هو بيصيب الناس بس، لكن الاصابه بتبقى خفيفه جدا، بتبقى فيري مايلد، وان هو بيروح سبونتينيوسلي، مش محتاج حد علاج. بسم الله. يقول لك الدايجنوزيس بقى، الدايجنوزيس اما دايركت بنجيب السبيسمن من خلال البرونكيال اسبيريت، بندخل ميه جوه البرونكاي وبنسحبها تاني، يا اما باللانج بايوبسي يا اما بالبلورال انفيوجن. طبعا السمير بالاميون فلورسنس ستين يا اما بالجرام، لكن الجرام طبعا اوف ليتل فاليو، ما فيهوش مش مهم قوي. الكالتشر يا اما في الكالتشر بنزرعه على البي سي واي اي ميديوم، ده اسم الميديوم عشان احفظه بس. ايدنتيفاي كولونيز باي طبعا الفيلم بتاع الاميون فلورسنس، الكولونيز بتشاف الاميون فلورسنس يا شباب. الديتكشن بتاعها طبعا الانتيجن بتاعها من خلال الاميون فلورسنس مايكروسكوب، بنحط تحت الاميون فلورسنس وبيطلع لنا الاصفر الجزيئات بتاعه الانتيجن بتاع الاورجانيزم. بيقول لك طبعا النيوكليك اسيد بنشوفه بالبي سي ار، وبيقول لك طبعا اندايركت ميثود. بسم الله. بيقول لك باختصار بنشوف الاي جي ام والاي جي جي بتاعه الـ الاورجانيزم من خلال الاميون فلورسنس مايكروسكوب، دي الاندايركت ميثود. بنجيب الاندايركت مايكروسكوب وبنحط بنديتكت بيها الاي جي ام والاي جي جي بتاعه الاورجانيزم. التريتمنت هنعالجه بريفامبسين او اريثروميسين، اريثروميسين او ريفامبسين، اريثروميسين او ريفامبسين.
بيقول لك كويز على السريع كده، بيقول لك which of the following statement is true regarding Legionnaire disease، او الديزيز ده هو ايه الحاجة الترو في حقه. بيقول لك human to human spread is common، لا طبعا هو مش بينتقل من human ل human، بينتقل من خلال المية اللي في المكيفات او المية اللي فيها. بيقول لك Legionnaire pneumonia نيموفيليا مايكروسكوب reside in air conditioning system and large numbers. اه صح، لان احنا قلنا في الاول antibiotics are ineffective against نيموفيليا. لا ما احنا قلنا ان انا هنعالجها بانتيبيوتكس اللي هي ريفامبيسين وريثروميسين. بيقول لك الاورجانيزم ده is responsible for majority of pneumonia in normal healthy adults. اكيد لا، كل الاتيبيكال اصلا النسبه بتاعتهم قليله. نيجي بقى لاخر حاجه اللي هي كوكسيلا بورنيتي، او اللي هي بتسبب الكيو فيفر. طبعا هي بتقول لك بسبب الزونوسيس، او اللي هي مرض حيواني اصلا بيجي للحيوانات مش بيجي للبني ادمين، وهو ان هو اوكيوبيشنال ديزيز. يعني ايه اوكيوبيشنال ديزيز؟ يعني اللي بيجي لبعض الناس اللي في اوكيوبيشن، زي ايه؟ زي الفارمرز، زي الدكاتره البيطريين، او الفارمرز، او اللي شغالين في الزراعه او واتس ايفر. فهي مينلي بتنتقل من الحيوان للانسان، يعني فكوكو بلو بنكمل المقلوب المتخلف. بيقول لك by inhalation of animal aerosols، يعني الرذاذ اللي بيجي من animals او الواتس ايفر انت بتستنشقه، سواء من الشيبس او سواء من خلال الفيسس بتاعتهم او البلاسنتا او اليورين بتاعهم، فبيجي لك. لكن مش بيجي بالارثروبودز يا شباب، مش بيجي بالحشرات، خلي بالكم. مش المرض ده او الكوكسيلا مش بتنتقل بالحشرات. بسم الله، انا خلاص قررنا نخلص. بيقول لك ايه كويس بقى سريع كده، بيقول لك كوكسيلا از كوزيتيف اور ايجنت اوف كوكسيلا. طبعا هي مش دي ولا دي، هي طبعا كوزيتيف ايجنت بتاع كيو فيفر. طبعا الكلام ده احنا ما شفناهوش اصلا في المنهج كله. ده اخر حاجه في المحاضره، شكرا جدا يا شباب. اسف لو طولت عليكم، والمحاضره دي اصلا بسيطه جدا. انا عايزكم بس تقروها مره بعد ما تسمعوا الكلام، بعد ما تسمعوا المحاضره دي اقروها مره واحده، وان شاء الله الموضوع هيبقى بسيط جدا جدا جدا. ثانك يو يا شباب، شكرا جدا، اتمنى الدنيا تبقى سهله عليكم وربنا يوفقكم يا رب.